تم عرض المنتوجات من طرف متعاملين اقتصاديين ناشطين في الفلاحة في الصناعة حرفيين إلى آخره، وهذا لإبراز منتوجاتهم المحلية للمستهلك، وهذا لترقية المنتوج المحلي تعريفه للمستهلك ومن خلال ربما تسويقه في ولايات أخرى ولما لا تصديره إلى دول أخرى. مرة نلاحظ السيد رئيس الجمهورية في عديد الاجتماعات مجلس الوزراء يلح على الاستثمار في الموارد المنجمية، كما رانا نشوفوا من مشروع غار جبيلات، مشروع بلاد الحدبة، مشروع وادا ميزور تاع البلو زانك، وخاصة راه يأكد على المادة الاستراتيجية اللي هي مادة الباريت، ونحاول نقضوا على استيراد هذه المادة لإنتاجها محليا. انتجنا المنتوجات تاعنا، عرضنا المنتوجات تاعنا اللي ننتجوها، من بينها العسل، العقبر، حبوب الطلع، كل منتوجات النحل، احنا نخدموا النحل، عندنا الانتاج ما شاء الله.